الشعب المغربي موجود في الأرض في المظاهرات، موجود على الأرض في فلسطين يقدم المساعدات والمبادرات التي لا يقوم بها من يتبجح بالكلام ليل نهار. فبطبيعة الحال نحن راضون وغير مقتنعين بهذا القدر من النضال الذي نقوم به، لأنه لا يساوي شيئا أمام ما يجري على الأرض من مأساة. نحن وجهنا الدعوة، نحن ونقيب الصحفيين المغاربة لهذا المؤتمر الصحفي لرفع صوتنا والمطالبة بأن يكون غدا يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين من أجل وقف الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا في غزة والعذاب الذي يمارس والإجراءات الوحشية التي تمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين. 55 معتقل فلسطيني ماتوا تحت التعذيب في معتقل سدية تيمار. هناك آلاف الفلسطينيين الذين تم إخفاؤهم قسريا، لا نعرف عن مصيرهم شيء، هل هم أحياء أم أموات، خطفوا بعد 7 أكتوبر من غزة. هناك 9700 معتقل فلسطيني، هناك آلاف معتقلين، 3380 إداري بدون محاكمة، هناك 250 طفل، هناك أكثر من 80 سيدة فلسطينية وفتاة فلسطينية معتقلين. نريد من هذا الضغط الدولي أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المجرمين عن هذه الجرائم. استحضار هذا الألم وهذا الوجع الذي يعيشه الأسير الفلسطيني، وكذلك استحضار ما يجري على الأرض من قتل وتدمير. ولهذا نعتبر بأن المغاربة استجابوا منذ البارحة للتنديد والصراخ على هذا القتل المتمدد. فقدنا كصحفيين وصحفيات 2 من زملائنا هذا الأسبوع، ليستغرق العدد إلى حوالي 165 شهيد وشهيدة. ولهذا نقول بأن ما يجري الآن هو محاولة نسيان هذه الحرب أو إنساء هذه الحرب للناس. ما نقوم به نحن هو محاولة إيقاظ الضمير العالمي، وهناك نتائج مهمة عكس ما يدعي البعض، أن يصل هذا الصوت إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية. معناه أن النبتة التي نزرعها كل يوم للاحتجاج على هذه الحرب المدمرة يعطي أكله، وأن هذه القضية لن تموت، وأن من واجبنا كمغاربة أن نحافظ على نفس النفس الإيجابي تجاه هذه القضية، سواء تعلق الأمر بالحركات الجماهيرية أو تعلق الأمر بالمسؤولين أو تعلق بكل المستويات في المغرب. كل واحد يقدم نوع من التمييز في نصرة إخواننا الفلسطينيين، هذا واجب علينا، وعلينا نستعد كإعلاميين لتغطية هذه الفعاليات من أجل أن نساهم في تدمير الصمت الذي يحاول فرضه على هذه القضية.